السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاقان بعنوان فائدة من ذهب. الإخوان إن شاء الله الرحمن الرحيم كما وعدناكم، يعني اليوم عندنا واحد اللقاء مع السي محمد العمراني، هو لقاء تواصلي إن شاء الله اللي غادي تشوفوه، وغادي نطرحوا واحد الأسئلة حول كل ما يتعلق بالصناديق التلقين يعني الكاخون، وغادي نتكلموا مع السي محمد ونطرحوا عليه هذه الأسئلة هذه اللي هي كتهمنا جميع، باش المواليع يعني توضح لهم الصورة ديال هذا الكاخون هذا. فتبارك الله عليكم، بقوا معنا ما تقطعوش معنا وتبعونا إن شاء الله الرحمن الرحيم بكل يعني روح وناعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكيداير السلام عليكم. وعليكم السلام، كيداير السي الفوح؟ الصحة. الله يجازيك بخير. نهار كبير هذا. مبارك الله يبارك فيك سيدي، الله يحفظك. مبارك أخويا رمضان. تقبل الله منا ومنك. من المسلمين جميعا. السي العمراني عيطنا لك أخويا. بغينا نسولوك ونطرحوا عليك واحد الأسئلة من أجل باش الحمد لله كاع المواليع ياخذوا واحد الفكرة. ماشي غير المواليع ديال يعني داخل المغرب، وانما تخارج الوطن، جميع الاخوان المولوعين اللي كيهتموا بالطائر الحصون، سواء الجزائريين التونسيين يعني الاخوان الفلسطين او كل الاخوان، كل بلد حبيب عربي مسلم نحبه في الله. وبغينا نطرحوا لك اخويا هذه الاسئله باش الناس ترتاح. كاين واحد يعني كيدور هذه الايام الناس كتسال على هذه المساله الكاخون، اللي عاود يكون يعني شي مشكل فيها وهما لا يدرون. فالسؤال الاول السي محمد هو كيفاش جات لك الفكره وتعاطيتي لهذا الشيء ديال صناعه هذه الصناديق ديال التلقين او ما يسمى بالكاخون؟ كيفاش جاتك؟ شنو هو؟ حنا كنعرفوك فنان في القفوزه وداك الشيء، ولكن يعني بليكاج تبارك الله راك وصلتي كتعاند او يعني تنافس الاسبانيين، والناس شهدوا بها حتى داخل اسبان. فهاد الصناديق هادو بغينا نعرفوا فكره كيفاش، شنو اللي جعلك تعاطيتي ليهم؟ شنو اللي خلاك تعاطيتي ليهم؟ تفضل اخويا. شكرا سي ربوح، شكرا جميع الاخوان، ومبروك عليكم الشهر جميعا يعني داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله على المجهودات ديالك سي ربوح. مرحبا واللي حنا كنستافدوا منك، تبارك الله لك، تبارك الله لك بصراحه. بالنسبه لك اخو سي ربوح، هو السبب المباشر اللي خلاني انني يعني من بعد انني وليت نصوم بك، وهو السبب الاول. نعم. هو انني كما عارف بحكم واحد البلاصه في الروي، كنت فيما مضى كنت الروي فرح حتى فرح. تندير لهم اللي يعني الباب وتنخليهم يرواو، واخا تقريبا يعني ترواو مجموعين، ولكن السبب المباشر اللي خلاني انني صديق اخون، وهو ان الطائر بعد يحمر ويصفي تيجي بها الاخطاء. هو الخطا بعدا الخطا ما بين الطيور، يعني يقدر يهز بيا شي عيوب، يعني حيت راه حنا عارف يعني كاع الاخوان تفرط الله عارف هذه الامور، يعني الطير هو تيحفظ تمام يعني التغاريب اللي تقدر تكون كما كان تحفظها. نعم صحيح. كما كان. نعم. تقدر تكون مزيانه، تقدر تكون ما مزيانه تحفظها. يقدر واحد الطيور يجي مثلا مزيان يقدروا يسمعوا الطيور، ولكن حنا ديما نطيحوا في حاله، يعني يقدر واحد مزيان ويقدروا واحد اخر حتى هو مزيان ولكن فيه بعض العيوب، يقدر هو يعادي هذاك المزيان. ويقدر عاوتاني المشكل الاخر اللي طحت فيه بزاف وخلاني انني طوع انني ندير لك اخو، وهو واحد العام كنرجع عندي الاخ حميزه. اي سي خالد، سي خالد حميزه. سي خالد هو تبارك الله عليه من الناس الاولين يعني اللي صوبوا لي. تحيه وتقدير لهذا الفنان ديالنا، هو فنان كبير تبارك الله. وعنده مواصفات خاصه في الصناعه ديالو، استفدنا شيء كثير. جا عندي واحد المره وعلقت لي واحد ميسو خرجتو لي بيت الصمتي، قال لي هذا راه فيه اخطاء خايبه، والغريب في الامر هو ان الطيور جابوا لي يعني بريما فيرا ديال برا، جابوا لي الجوش وجابوا لي طيب، يعني راك عارف حنا عارفين حنا كنا عارفين يعني الاخوان كلهم عارفين ان الطيبات هذوك تيفيقوا ورا الفجر مباشره، الطيور تكون لك تعيين لا فقط تيتصلى.
نعم. اللي عندك اي طريقه تنعلقوا لي تلقاو فيها العيوب، وبكل صراحه يعني اي مولات ينتظر النتيجه، ولكن كانت النتيجه سلبيه بزاف. صحيح. سلبيه بزاف، وبقى فيا الحال بكل صراحه، بقى فيا الحال يعني ترقص مع الفراق وكلهم الى اخره، راكم عارفين العناء ديال الفراق. نعم. وطع لي الفكره وسط لي قال لي عبد الشاب قال لي غادي دير الصباح. اش قال لي؟ انا الصناديق قال لي بكل صراحه. تعاطى الصناديق. هي غادي دير. اه. قال لي غادي دير الصناديق وغادي تولي تحفظ في الصندوق. الصندوق. وانا بديت كنطلع انا من الناس اللي كنت ما تنعرفش يعني انا عارف الصندوق ولكن ما عمري ما خدمت ما عنديش واحد المعرفه عليه. نعم. انا كنت نعتقد ان الصندوق بكل صراحه الصندوق انه سجل الفاكهه. نعم صح. يعني كانت هذه يعني تراودك الفكره تراودك. يعني تتبان لي بحال غادي نظلم هذا الخير وغادي نستعلي وغادي نكرفسو وغادي نعيش في واحد المتاهه يعني غير طبيعيه. نعم. الجانب العاطفي. الجانب العاطفي يعني ديال الولاء ثقه فينا احنا الطير اكثر. نعم. واخا طير هو ولا مروش يعني الطير خاصو يعيش واحد الحياه ديالو. نعم. وقال لي ودار معايا تقريبا موقعنا الغد لي قال لي عرفتي اش غادير تشوف معايا الدار وتشوف الخطه. مشيت مع الدار وراني فين تحافظ. داك الشيء وانا نقتنع بعدا قبل ما ندير تجربه نقتنع بلي داك الشيء تقريبا يعني منطقي يعني عقلاني طير محمرين مصفين تيجبدهم قال لي اسمع هذا اسمع هذا يعني بعدا بادره طيبه قلت له وعلاه قلت له نمشي نقرا العود هو بحق هو اللي كان تيصب له الصناديق مشى عاوني الله يجازيه بخير قطع لي العود شرح لي وراني كيفاش خدم بديت خدام تقريبا العام الاولي العام الاولي تقريبا في 2017 نعم واحد الصديق بحال وجوهكم جاب لي واحد العشب المقرن وقلتو الى اخره وبقيت خايف عليه وخايف حتى من الصناديق حتى هما موجودين كانوا في الصوت. جيت انا وكلت كل نفر درته في الصندوقه. نعم. وعدت نلقى وعدت الكونترول في الصندوقه يوميا تنقول لي ربما تموتي فارخ وكذا. باقي عندك ذاك التخوف باقي خايف منه. نعم. باقي ما تيقش فيها. نعم. لان يلاه غادي تمشي. قال غادي وبعد مرة تصور بعد مرة لما وصلت الليل تنهود بالديل وبالكونترول التراخيط ما وقع لي شي حاجة يعني بقيت غادي بشوية بشوية أنا تنتعلم كيفاش الطير كيتعايش مع المناخ ديال الصندوق. نعم. وكنا في الأول مع العلم أن الصندوق الأولين كنلقاو فيهم إشكال إشكال دابا ولاو بطريقة يعني فنية دابا زادت معلومات فنيه وكذلك يعني دخلت الناحيه العلميه يعني الناس اللي ساكنه في برقنا الاسلام تنستاشر مع بعض الاخوان يعني تندير ترجمه الى اخره تيوريهم الصور كيفاش يعني مزيان تبارك الله علاقه مع الاسبان يعني كتاخذ خبره اخرى مزيان مع الاسبان فكره اخرى مع الناس بحال يعني كاين العديد من الناس اللي تبارك الله حريفيه صناعيه تمام تمام كثير يوروني الطريقه الصحيحه كيفاش نستعمل الكاستر انا خديت هذوك الافكار ديالهم كامله على حذافيرها شديتها وانا تم غادي نخدم بهم شويه بشويه وتنشوف النتيجه في الديور ديالي قبل ما نصوب الصندوق ونخرجوا على برا. نعم. انا صوبت الصندوق العام الاول صوبتهم ما خرجتهمش على برا ما خرجتهمش ما بعتهمش باقي ما بعتهمش كنت نصوبهم ليا انا وتنحطهم وندير فيهم الديور ديالهم. نعم صح. يعني بحكم انا ديك الساعه كنت نصوب الاخر كما قلت لك الاخطاء. واخا السي العمراني اسمع لا سمحتي باش يعني نربحوا الوقت شويه يعني حنا شلنا يعني هاد الصوره اللي قلتي لينا هاد حول يعني البدايه ديالك وكانت البدايه يعني من طرف الاستاذ الكبير السي خالد حميزان الفنان ديالنا والراجل الطيب وعاود اختي معلومات اخرى اللي هي ذهبيه من يعني من الاسبان عن طريقه الاتصالات وكيف قلتي يعني الترجمه والى اخره كان مجهود كبير اللي بغينا السؤال الثاني بعد هاد يعني بهاد المساله صافي راك وليتي يعني كتصاوب كتحط داك الشيء بالمعايير اللي هي ممتازه السؤال الثاني بغينا نعرفوا الايجابيات اشنا هما الايجابيات ديال هاد الطائر والسلبيات فين كتوقع الايجابيات بالنسبه للمولوع والطائر باش يعني في كل الجوانب الصحي وخاصه الجانب الصحي والسمعي يعني كل ما هو صحه والسمع كتعلق بالسمع والصحه
وكذلك الجانب السلبي، يعني هضر علينا فيهم بجوج الله يرحم الوالدين باش ناخذوا فكره حتى في الوقت شحال المده الزمنيه باش نحلوا عليهم يعني. وبايجاز ما كرهناكش تلخص لنا، وبايجاز ان شاء الله الله يرحم الوالدين. تفضل. شكرا شكرا سي رفوان. هو فيما يخص يعني الصناديق بكل صراحه جاب انها يعني استهلاك الماموريه يعني المولع ولا تفرق لها الاغلبيه الناس الحمد لله قريب من واحد النسبه كبيره ولا تتحقق. نعم يعني واسمح لي واخا ما كناش اللي كتبت لك كيفاش يعني التطور ديال السوق الى اخره. وهذاك العام الحمد لله هو فريق خير. شوف سيدي محمد لا سمحتي، مازال سمح لي بين قوسين لا كنت كنقاطعك، مازال الاخوه وكنقول لك انت والاخوه دابا حقاش تحت الظرفيه ديال الحجر الصحي وهذا الوقت اللي هي ما كتساعدش، مازال غادي يكون لقاء معاك ان شاء الله ومع الاستاذ حميز حول هذا الفن ديالكم اللي كيتعلق بالليكاج يعني هذا الشيء ديال القفوزه او هاد الصنادق وناخذوا معلومات كبيره حنا نحن في خدمه الموضوع. تفضل سيدي محمد. الله يحفظك سيدي كما قلت لك يعني خديت كاقتناع من انني يعني جربت في راسي انا والاول وعرفت كيفاش نخدم، ومع ذلك راه وقعت يعني منها ما عرفتش كيفاش نخدم الصندوق مع الاستشاره ديال الاستخدام والاستشاره ديال الوالد يعني خديت جميع المعلومات الكافيه باش انني نعرف كيفاش نخدم بهم. وكانت عندي الفكره هي يعني الفكره كما قلت لك يعني فيما يتعلق بالايجابيات يعني من تما بداو الاخوان تيجيو عندي وتيشوفوا تيلاحظوا الامر ديال الصندوق تيشوفوا كيفاش مكتوب كيفاش يعني طبيعه كيفاش تتعامل مع الطائر. ومن تما بدات يعني بديت تنصنع الدراري وهنا في الدار البيضاء خاصه. نعم ومن المتاثر بوعنيت كنت جيتي عندي واحد المره صحيح وكانوا الحمد لله هذوك هما المديرات الاولين يعني واخا مع ذلك الحمد لله كل ما كانش داك الشيء خير ما نعرفش. نعم تفضل. الحمد لله يعني ومن ناحيه الايجابيه الاولى اللي مهمه وهو ان الطائر ما تسمعش يعني اصوات خارجيه يعني مثل الصيبير اللي هو المشكل الكبير عندنا ايوه ومثل الجوش هو مشكل عندنا ومثل طيور اخرى بحال الشحرور بحال شي طيور اخرى اللي تكون يعني خارجه عن المحيط ديالنا الجوي يعني هذا الطيور كاملين يعني تتسبب واخا الطير يجي تبارك الله مغيز الى اخره ولكن يجيب لك حرف من الطيور يعني ما تضيع الطير. اذا الايجابيه الاولى ديال الكاسكو هو تحميلك الطير من هذه المشاكل الخارجيه. احنا ما تنقولوش الكاخون انه يعني الطائر يعني تيشد وتروي لك طائر 100% ولا يعني تبقى داك الشيء تخير من الله. صح. وثاني حاجه تحتي في الطائر راسه تحتي في الطائر تنقولوا حفاظ طائر حفاظ راه الحمد لله يعني غادي يحفظ لك هذاك الشرط اللي عاطي والحمد لله ما غاديش يقدر ياخذ لك شي حاجه اللي هي غريبه على المحيط ديالك يعني هذاك الشيء اللي حفظه. هذه بالنسبه للايجابيات السي محمد ياك؟ كاين نقاط كثيره في الايجابيات. انا طائر الحمد لله يبقى بصحه جيده وتبقى تبقى مكوفري يعني على الاصوات الخارجيه وثم ناحيه البداله يعني تدوز واحد البداله تبارك الله تدوز ما شاء الله تبارك الله. هذا هو المهم الطائر اللي كيبدل مزيان كيجي مزيان. نعم كيبدل الحمد لله ما تيتصاب حتى بشي مكروه الحمد لله راه كاع تبارك الله. تبارك الله راه كنت ندير العدد ديال الطيور كنت ندير 7 طيور 8 الحمد لله راه ما نحتم كاع في الفيسبوك يا خوان يعني تبارك الله من ناحيه الصوت من ناحيه الجبح حيت كاين بعض الاقاويل تيقول لك لا الصنادق تاثروا على الطائر. هذا هو اللي بغيناك تهضر علينا هذا الجانب هضر لنا عليه السي محمد بدل ما تبقي من كاينين نقط كثيره تيقولوا الاخوان كل اللي ما عمرو ما جرب الصندوق اول حاجه ما عمرو ما جربوا غير سامع يقول لك بان الصندوق طائر تنقص لي من الجبح ديالو ما تيبقاش يعني يكون السلام مرتفع يعني كاين مشاكل بزاف تيقول لك خاص تقول وهادشي كامل يعني ما خاص اول حاجه طرحوا عليا السؤال اي واحد يعني طرحوا عليا السؤال واش عندك لي تخرج جربتي واش استعملتيهم الطريقه الصحيحه معقول هذا هو الاشكال اللي يعني في الطريقه الصحيحه تخلي ان الطائر انه يعيش مزيان ويكبر بصحه جيده يعني غادي يعني من ناحيه الايجابيات يعني ديما تهلا في الطائر القفز ديما تنظفو البوشيطه كل سيمانه تبدلها يعني بحكم ان الطائر تبدل عليه يعني ضروري اي حاجه سميتي ساكنه تكون مزيانه وفي واحد ما
مادة يعني مادة حية، يعني طائر يعني كائن حي، وتا يعني المثل تيقول يعني مواد حية، وتا أي حاجة تقضيها هو في القابس فهي حية، خاصة ديما يعني كل يوم ربع أيام تنقي ليه مزيان في الترتيب. يعني كان بعض الإخوة اللي وصلوا حتى أنهم تيديروا الرملة تحت من الكرشين باش الرملة كيفرشوا الرملة؟ ما تكون حتى شي حاجة اللي غدا الرملة كيفرشوا الرملة؟ وكان بعض الإخوة اللي كيفرشوا الرملة. وانا شخصيا انا راي الحمد لله الطيور الجوية هما هنا هما كبار نفس الحجم هما ما كاينش مشكل عكس الداخل ولا او الحمد لله مزيانين هما هو نجبدو قدامكم من البارح مشيو هاهو هانتوما كما تلاحظوا في البوشطة ديالو هاهو البوشطة ديالو الصندوقة من الصندوقة من الداخل كما تلاحظوا نقية نقية ما كاينش الغمولة ما كاين والو ها هي باش نقرب ليكم ندير الضوء شويه باش تشوفوا ها انتوما تتبان لكم ها هي وتندير واحد الكريطه هنا وهذه من هبات النور باش تبان لكم مزيان ها انتوما كما تلاحظوا تندير هاد الكارطونه هي اللي تروح الجوار ها هي دابا اشنو السي محمد السي محمد عام السير بور الا سمعتي الا سمحتي الله يخليك باش الاخوان اللي يستافدوا من هذا اللقاء هذا اللقاء اللي درنا معك السيد محمد واسمح لينا على هذا الديرونجمون انت مشكل اشنا هما اشنا باش كتوصي الاخوان باش ما يطيحوش شي حاجه باش كتوصيهم انت باش كتوصيهم يتعاملوا مثلا الحوايج اللي غيكون كيديرها المولوع وهي سبب الضرر اللي باش كيفسو اشنو المده الزمنيه اشنو واش يعوم الطير تما فيها ما يعومش الطير اشنو وصينا قول لينا اشنو كاين واخا سير بوعا انتما كما تلاحظوا هو الطائر الحمد لله واش اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك هو في الصندوق اللهم بارك ما كاينهاش ما كاينش ما عندو الحاله ديال فرحان نشيط الصحه ديالهم مزيانه الحمد لله الحمد لله القرعه ديالنا ديما يعني من يعني داخله في السلبيات والايجابيات ديال المولوع هو انه دائما البوشيطة يبدلها تقريبا كل سيمانة سيمانة كل واحد البوشيطة وحدة يصبنها وحدة يديرها ليه ويبقى يبدل بيهم مرة يصبن هذه ويدير هذه مرة يدير هذه باش يشمشها باش دائما ما يكونش ديك لأن الميديتي وداك الشيء اللي كيأثر على الجهاز التنفسي هو البرودة هو البرودة تماما يعني والقفاز ديما من التحت يكون خاوي من التحت من هنا من هنا خاوي الحصه باهي البوشيطة عندي انا تندير لهم حاليا تندير لهم غير الكرتون ها هي عجيب عجيب معلم باش كتلوح كتلوح هذيك وكدير وحده جديده هذه حاجتكم دابا انا نيت ديال فرصه غادي يعني كل يومين تنبدل هاي دابا غادي اللوحه شحال المده تقريبا كل يعني كل 3 ايام ولا يومين تبدلها صافي شكرا الله يحفظك هي من الاحسن ولا الاخوان يديروا الجورنال حتى هو كما تيديروا الاسبان باش كيشرب الاسبان دابا تيديروا الجورنال علاش تيقول لك القفز ديال مالاغا من تحت مشيت الفراشه وما تيديروش هما الفراشه تتجمع حاشاكم يعني الميكروب تجمع شحال من حاجه هما تيديروا اما الرمله ولا الكاغ ولا سميتو عليه واحد النوع من يعني جورنال ولا واحد النوع ديال الكاغ تيكون ابيض تيشرب حاشاكم ويشرب اي حد وتتبدلوا ديما الطائر الحمد لله تبقى بصحه جيده هذا فيما يخص يعني الايجابيه ديال الطائر باش يبقى ديما بصحه جيده ودائما شدوا الزوان بالاحسن كل سيمانه نشدوا نديروا فواحد الغربال ونغربلوه ونشمشوا ولا كان عندنا بزايد كاع نستغناو على ذاك الزوان نعطيو زوان جديد صحيح يعني ضروري الحاجه تبقى مسدود عليها ضروري هذيك على يقين الناس لا ولا اي حاجه بالنسبه لما يعوم الطائر لداخل ولا ما يعوموش لا هذا هو الخطا الكبير اللي توقعوا فيه دابا المولوع هذا هو الخطا الكبير كان قال لي واحد المولوع قال لي دير راه الكاخوناس راه اللي كاين وفي كاين يعني قال لي كرفصتهم بزاف ولا من الداخل يعني عود فاخ يعني شحال من حاجه قلت له شنو السبب قال لي تنعري على الفرخ تنعري على الفرخ وتندرش عليه بالماء قلت له كيفاش قال لي مدخل الطير بالقفز ديالو من قال لي لا بوشيطه لا والو بحال ما هكا تيحل على الفرخ بحال ما هكا يحل عليه ويرش يرش 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 ومع العلم ان الكاخون محطوط في بلاصه مظله وهذه يعني يكون على يقين غادي يخسر هذا الكاخون قال لي يا راه خسر ما بقاش عندي مزيان وقال لي واخا مع العلم انا الفراخ وراني الفراخ ديالو قال لي الفراخ الحمد لله
صحه جيده هذه، ولكن ولا في الاخير انه اضطر انه اللي ينفس عليهم كل نهار. قلت لي هذا لك تحافظ على الكاخو تقدر كاع توصل ليومين عادش تنفس عليهم ان شاء الله. قول لي يا سي محمد نفس. قول لي يا سي محمد بالنسبه للسخونيه فخاصه الصيف او يعني كيفاش الانسان يتعامل مع الطير في الوقت اللي كيكون الحال سخون؟ هو في حال سخون كاين دابا واحد النوعان من 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 البونش، كاين واحد النوع هو هذا، هذا النوع هذا هو شويه الثمن ديالو مرتاح باش مصاوب هي من الداخل ديال البونش. هذا البونش هذا المصدر ديالو من اسبانيا. ايه هذا جاني من سبليون، ويعني تيتقن يعني في التكاليف ديالو طالعه شويه ترونسبور يعني من اسبانيا للمغرب، يعني تتكون التكاليف باهظه والاسمنه ديالهم تكون شويه مرتفعه. معليش نعم علينا من ناحيه الثمن. هادو هاد الصنادق في الحال السخون، في الحال السخون تيبردوا الكاخون من الداخل كيدفيو الكاخون تيولي بارد كيبردوا. لا في الحال السخون كيبردوا كيبردوا انما تحس بيه بارد. بالنسبه للبونج في الحال وفي الحال البارد تلقاه ماشي سخون تلقاه دافي. تبارك الله. اذا ما تخافش منه. انا خدام بهم دابا، تبارك الله دابا من 2017 ما خدام بهم، هما باقيين جداد الحمد لله. السي محمد كنشكرك اخويا بزاف وتحياتي، لان الوقت ملي كيطول الفيديو بزاف حتى يعني المستمع كيطلع لي واحد الملل ربما يعني مع لي كوليكسيو الى اخره. كنحاولوا يعني باش نتفهموا هاد المسائل. اللقاء معك كان شيق سيدي محمد، تبارك الله عليك اللي عطيتينا الوقت ديالك، وشكرا اخويا وشرف لينا معرفتك وشرف للمغرب باش كاينين الناس يعني فنانه بحالك. تحياتي اخويا وتبارك الله عليك، والله يبارك لك في ولاعتك ورمضان مبارك سعيد. مع السلامه اخويا، تبارك الله عليك. تحياتي. الاخوان كما يعني شفتوا سمعتوا، وكنشكروا سي محمد العمراني على هذا اللقاء وهذا الوقت ديالو، والحمد لله حدنا يعني كنحاولوا نقربوا الصوره واحد المفهوم ديال كل يعني المصلحه اللي في اطار الولاعه. اي حاجه كتنفع الولاعه ووقع فيها واحد النقاش ووقع فيها واحد الجدال كنحاولوا باش نوضحوها ونقربوا الصوره لجميع الاخوان. تبارك الله عليكم الاخوان، نتمنوا تكون هذا اللقاء هذا يعني نال الاعجاب ديالكم، وتحياتي لكم تبارك الله عليكم.